بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 16. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. البكر هو الصغير من الابل. البكر هو الصغير من الابل. الناس يقولون بكرة انثى يعني يطلق على الذكر ايضا. قال له بكر صغير من الإبل يسمى بكرا. نعم. فقال من الإبل صدقه فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا قضائيا. فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية القرض، إباحة القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على إبل الصدقة، اقترض بكرا. فلما جاءت إبل الصدقة وأراد أن يسدد أمر أبا رافع أن يسدد للمقرض أن يرد عليه مثل جمله. فأبو رافع لم يجد مثل جمل المقرض وإنما وجد خيرا منه، خيارا رباعيا. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يجد سناً مثل سن المقرض وإنما وجد سناً خيراً منه. فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءً. هذا يدل على المسألة الثانية وهو أن المقترض إذا بذل النفع منه هو ولم يشترطه عليه المقرض أن ذلك جائز، له أن يقبله، له أن يقبله إذا كان النفع غير مشروط في العقد، وإنما المقترض هو الذي بدله باختياره وطوعا منه، هذا جائز بل هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. فلو أقرضه 100 ورد عليه 150 من غير شرط وإنما هو بذل من المقترض، أو اقترض منه دابة صغيرة ورد عليه دابة أكبر منها وأحسن، جاز، لأن هذا من حسن القضاء، خيركم أحسنكم قضاء. فدل على أن النفع في القرض إنما يحرم إذا كان مشترطا، أما إذا جاء من غير شرط فلا بأس. نعم. مسألة: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. من اقترض شيئا فعليه رد مثل، هذا الواجب، رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. فإذا اقترض نقودا يرد نقود، هذا مثلي. إذا اقترض طعاما يرد طعام لأنه مثلي. إذا اقترض تمرا يرد مثله تمر، لأن هذا من المثليات، من المثليات. لكن لو اقترض ثوبا، لو اقترض ثوبا أو بشتا هذا غير مثلي، لأن الشوت والثياب تختلف. فهذا يرد قيمته، يرد قيمة الثوب أو قيمة البشت أو ما أشبه ذلك، قيمة، يرد القيمة. نعم. فيجب رد مثله بمحيه والحزون. نعم. لأنه يجب مثله في الإحلاف أو في القاضي أولى. نعم. فإن أعوزه بالإثم فعليه قيمته حين أعوزه، لأن حينئذ ثبتت بالذمة. وفي الجواب، نعم، يعني لو اقترض طعاما أو تمرا أو نقودا ثم عند الوفاء ما وجدها أعوز المثل، يعني فقد المثل، أعوز يعني فقد، ماذا يفعل؟ يرد قيمته وقت الإعواز، وقت الإعواز لا وقت القرض، وقت الإعواز. فرضنا أن وقت القرض يساوي 10 دراهم، لكن وقت الإعواز صار يساوي 15 ريال، يرد 15 ريال لأنه هو وقت الوفاء. نعم. وفي الجواهر ونحوها ترد قيمة. الأشياء التي الغير مثلية مثل الجواهر ونحوها كالأواني والثياب والملابس، هذه ما يرد مثلها وإنما ترد قيمتها، لأن مثلها لا ينضبط، ترد قيمتها. نعم. الجواهر ونحوها ترد قيمة لأنها من ذوات القيمة. نعم. وقيمة سوى ذلك وجهان:
أحدهما ترد قيمة، لأن ما أوجب النسبة للمثل أوجب قيمته في غيره كالإثبات. والثاني يرد المثل في حديث أبي رافع، ولأن ما ثبت في الذمة إسلام ثبت في الخلق بخلاف الإثبات. حديث أبي رافع هذا في المثليات، لأن الإبل مثلية، الإبل مثليات يصح فيها السلم. نعم. لأن ما ثبت في الفرض كالمثل بخلاف الإثبات فإنه عدوان فأوجب قيمة لأنه أحضر، والقرض ثبت للرفق فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله باستفادة تقريبا. نعم. مسألة، ويجوز أن يرد خيرا منه، يعني خيرا مما أخذ. هذه المسألة اللي قلنا يدل عليها حديث أبي رافع. مسألة. نعم. بفضل أبي رافع. مسألة. نعم. ويجوز أن يرد خيرا منه. أي نعم. يعني خيرا مما أخذ. ولا يدخل هذا في كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لأن لك محمول على القرض على النفع المشترط، أما هذا فهو في النفع غير المشترط. نعم. ويجوز أن يقترض كفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط. نعم. ويجوز أن يقترض كفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط، يعني مثلا اقترض اليوم 5 دراهم، ثم اقترض من الغد 10 دراهم، ثم اقترض من اليوم الثالث 20 درهم، يجملها ويردها جميع، يردها جميع، وان كان اخذها لها متفرقا عند الرد يرد الجميع، يجمل الدراهم اللي اخذها في الايام ويردها جميعا، اخذها تفاريق فيردها مجتمعه، لانها بمثابه العقد الواحد والقرض الواحد، ولو تفرق أخذه لها. نعم. يجوز أن يقترض كفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط، لأنه إذا اقترض متفرقا صار عليه جملة، فإذا رد جملة فقد أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان، ويصير كما لو اقترض جملة ورده بالكفاريق. كذلك يجوز أن يقترض جملة ويرد تفاريق، اقترض منه 1000 ريال ثم أخذ يسدده على أقساط، ما في مانع، حسب الأسهل عليه، مثلا أخذ منه 1000 ريال يسدده على أقساط، 500 ريال 100 ريال 200 ريال إلى ما يخلص، أو لازم أنه يرد جميع، حسب الأسهل عليه. نعم. فيصير كما لو اقترض جملة ورده بالتفاريق فإنه يجوز لذلك، ولا يجوز ذلك بشرط. يعني ما يجوز أن يقول بشرط أنك ترده لي تفاريق، أو يقول أنا أقرضك لكن بشرط أني ما أقرضك جميع، أقرضك إياه تفاريق، ما يجوز الشرط في هذا، لأن هذا عقد رفاق، فلا يجوز اشتراط ما يصعبه على الطرف، على أحد الطرفين، ما يجوز يشترط شرطا يصعب هذا على احد الطرفين. نعم. فلا يجوز ذلك بشرط لان فيه نفعا للمختلف، فيكون قرضا جرى نفعا. نعم. فلا يجوز كما لو شرط زياده في القدر. مساله. يكفي. اسال مساله. نعم. فان اجله لم يتاجل. اي نعم، القرض لا يتاجل. بل يسدده متى ما أيسر، ولو بعد يوم أو يومين أو سنة حسب يسره، ولا يتأجل القرض، حتى لو أجله، لو قال أقرضني 1000 ريال إلى سنة ثم أقرضه، ثم بعد يومين طالبه به، يجوز هذا، ما يقول أنت مأجل علي، والمؤجل لا يطالب به إلا عند حلول الأجل، نقول لا، القرض لا يتأجل، القرض عقد إحسان ولا يتأجل، بل له المطالبة حسب الإمكان، هو محسن ولا نمنعه من حقه ونقول هذا مؤجل،
يعني هذا ما هو المقصود منه النفع والاستثمار، المقصود منه الإرفاق. نعم. لكن إذا وعده، إذا وعده المقرض أن لا يطالبه به إلا بعد سنة، فينبغي الوفاء بالوعد، ينبغي الوفاء بالوعد، من باب الوفاء بالوعد لا من باب الوجوب. نعم. عدة وتبرع، وينبغي له الوفاء بالوعد، لكن الوجوب لا، ما يجب عليه. نعم. والتأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزمه كتأجيل العارية. نعم. العارية لو أعاره عارية وقال شرط أنك ما تردها علي إلا بعد أسبوع أو بعد سنة، أقول الشرط ليس بلازم، العارية تبرع، تبرع بالنفع، ألا يردها متى ما شاء، يردها متى ما شاء حسب الإمكان، ألا يتأجلها، لأن عقد إرفاق، العارية أيضا من عقود الإرفاق. نعم. السلم إن أسلم في عيش الحصاد. إيه نعم. ثم حصلت جائحة. يبقى في ذمته. يعني يكون صاحب صاحب الدين مخير. إما أن يؤجله عليه للسنة القادمة، وإما أن يسترد الدراهم، يسترد رأس المال. إذا تعذر وجود المسلم فيه بسبب جائحة أو غيرها، فصاحب الدين مخير، إما أن يصبر وينظر المدين إلى أن يستطيع السداد، وإما أن يسترد رأس المال الذي دفعه إليه. نعم. إذا مرض عفو العام في السنة القادمة، إيه؟ ما يكون زيادة في السلام؟ لا، ما يجوز له يزيد عليه، لأن إذا زاد عليه صار دين الجاهلية، صار ربا الجاهلية، ربا الجاهلية، زيادة الدين على المعسر هذا ربا الجاهلية. نعم. حتى لو في مقابل المدة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن يمدد الأجل ويزيد، هذا ربا الجاهلية تماما. نعم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. هل له أن يطلب منه أن يشتري له من السوق مثل السلعة التي إذا كان يستطيع؟ نعم، إذا كان يستطيع يشتري ويأمن له يطالبه بذلك، والسلع موجودة ويستطيع شراءها يلزم ذلك. نعم. لكن الكلام على إذا ما وجد، ما وجد في الثمرة شيء، ولا وجد عند الناس شيء يباع. نعم. أي نعم. لا، للمقترض يقول تسدده لي على أقساط لأنها أحسن لي، أقول له هذا ما يلزم المقترض، يسدده جميع ولا على الإلزام، ما الإلزام ما يصح. نعم. ها؟ الجمعية. شو الجمعية؟ ها؟ القرض الجماعي قصدي. هذا حصل البحث فيه واختلف فيها أجوبة العلماء، بعضهم أجازه وبعضهم منعه، وأنا أرى المنع، أنا أرى المنع، لأنه قرض فيه عدة محاذير. أولا فيه شرط، يعني ما أقرضه، ما أقرض زميله إلا بشرط، ما أقرض زملائه إلا بشرط أن يقرضوه، إلا جته النوبة يأخذه هو، فهذا قرض بشرط القرض، لا يجوز، لأنه معنى بيعتين في بيعة. وثانيا أن هذا قرض جر نفعا، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، فهذا فيه اشتراط المنفعة في القرض، فهو ممنوع أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الذي يظهر لي وبعض المشايخ، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف. نعم. نعم. شيخ الله، ما يفعل بعض الناس من شراء معاملة على طول ميلاد، فيأخذ من البضاعة لا يعطيه فلوس إلا من استلام من الله، يأخذ حساب كامل يعطيه، هل يجوز أم لا؟ تموينات. ها؟
بقالة والأسواق أو غيره. أي وش فيه؟ لكن إنه البقالة. أي. لكن ما يعطي المال. هذا يقول خذنا سلم الله. يعامل معه. ما يخاف. إنه يشري منه البضائع ويقول له ما أسدد لك إلا إذا طلع الراتب. هذا بيع مؤجل، هذا ثمن مؤجل ما يخالف. نعم. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله أن يجوز أن يسلم عضوه أهلا في كيس شهيد بألف ريال، وهو يعلم أنه بعد سنتين سيختفي سعره. في هذه الحالة يكون الرجل المنشور له مال خصمان، مثال يكون سعر الكيلو بعد سنتين بثمن الكيلو وين حالا. ما يخالف لا بأس، هذا من طلب الرزق. والمسلم صاحب رأس المال إنما أسلم نقوده بقصد الاستثمار وبقصد الزيادة، هذا لا بأس. نعم. قضية الشيخ وفقه الله، ما حكم ما يسمى بالمناقصات بحيث إذا تم ترسية المناقصة على أحد المقاولين فإنه يتم توقيع الحق معه على المناقصة المطروحة، ثم بعد توقيع المقاول للمناقصة يتم تسليمه للثمن؟ هذا على قواعد المذهب ما يجوز، لأن هذا البيع وهذه المناقصة تجري مجرى السلم، والسلم يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد. فعلى هذا هذه المناقصة غير صحيحة، لأنه لم يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد. نعم. ما يقبل حكم الإجراء؟ لا لا، هذا بيع ما هو إجراء، هذا بيع سلعة، بيع سلع بثمن حال، سلع مؤجلة بثمن حال، فلا بد أن يقبض الثمن. نعم. أما الأجرة هي بيع منفعة. نعم. لا ما يجوز، لأنه صرف له، إذا باع على صاحبه فقد صرفه إلى غيره، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقه الله، ما حكم شرط أجل محدد يرد الدين؟ يرد الدين؟ لا بد من أجل محدد في رد الدين. من شروط صحة التأجيل أن يكون الأجل محددا، إذا كان الأجل غير محدد فإنه لا يصح، لأنه يحصل النزاع. نعم. قبل الدين مقابل الدين، لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن إلا في مقابل الإنفاق عليه، إذا كان مما يحتاج إلى النفقة كالدواب والعبيد، لأن الدواب والعبيد إذا لم ينفق عليهم هلكوا. فإذا تعذر على صاحبها الإنفاق عليها اللي هو المدين، فللدائن أن ينفق عليها بقدر ما ينتفع بها، قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. هذا في مقابل، لأن الحيوان له حرمة، فلو ترك هلك. أما الذي لا يحتاج إلى نفقة ومؤونة فلا يترك، مثل الدار، السيارة، الثياب، ما تحتاج إلى مؤونة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجد المشتري للسلعة عيباً ينقص ثمنها كثيراً لم يكن علمه عند عقد البيع، بعد مضي سنة من ذلك فهل له خيار الحي؟ إذا علم فله الخيار، ولو كان ما علم إلا بعد سنة له الخير. إذا علم أن هذا العيب حادث عند البائع قبل العقد، فلو لم يعلم إلا بعد سنة له الرد ذلك. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هناك مدة زمنية محددة يعتبر من وجد بعدها عيب في السلعة لا يكون له خيار العيب؟ ليس هنا، هذا مثل السؤال اللي قبل، ليس هناك مدة محددة، بل متى علم بالعيب فله الرد، أو المطالبة بالأرش، له الرد أو المطالبة بالأرش متى علم بالعيب.
لكن إذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال، إذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال ويطالب إما برد المبيع وإما بأخذ الأرش، يعني ما يقابل هذا العيب وهذا النقص. نعم. فإن استعمله بعد علمه بالعيب فليس له خيار، لأنه يعني إذا استعمله بعد علمه بالعيب فقد رضي به. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يدفع مالا لشخص لكي يبني له بيتا نصف قيمة ثم إذا انتهى دفع له باقي المال خوفا بوجود عيب في عمله؟ هذه يسمونها الاستصناع، عقد الاستصناع. تقول مثلا له اعمل لي بيتا أو عمارة بمبلغ كذا وكذا، على أن يدفع له نصف الاستحقاق الآن والبقية عند تمام العمل. هذا عند الجمهور لا يصح، هو ما يسمى عقد الاستصناع، لأنه شيء ما معدوم، لأن هذا البيت معدوم الآن وقت العقد، معدوم العمارة معدومة وقت العقد، فلا يصح عند الجمهور. وإنما هذا يجوز عند الحنفية، عقد الاستصناع يجوز عند الحنفية. نعم. أما إذا استأجر قال أنا اعمر لي بيت أو اعمر لي عمارة وأنا أدفع لك الإسمنت وأدفع لك الحديد وأدفع لك كل التكاليف، أنت ما عليك إلا العمل بأجرة، هذا لا بأس، هذا يسمى أجرة. أما إذا قال اعمل لي العمارة وكل شيء من عندك، كل شيء من عندك، تشري الحديد والإسمنت والبوية والأبواب وكل شيء من عند الصانع من عند العامل، هذا هو عقد الاستصناع، عن الجمهور ما يصح ولا يجوز، هو الصحيح. لكن عند الحنفية يجوز. ها؟ فإذا قدم الثمن لا ما يصح أخذ الكفيل ولا أخذ الرهن منه، لأنه هذا وسيلة إلى صرفه إلى غيره. نعم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من اتفق مع أحد الأشخاص لأن يؤمن له الضرائب حال طلبه لها واحتياجه إليها على أن يأخذ زيادة على ثمن السلعة متفق عليها بينهما، علما أن التسديد يكون على أقساط مقررة؟ هذا فيه جهالة، يعمله السلع عند احتياجه إليها، متى يعرف وقت احتياجه إليها؟ فيه جهالة. أما إذا قال أدفع لك نقود الآن على أنك تأمن لي السلع في وقت كذا وكذا، وقت محدد، هذا السلام لا بأس. أما أنك تأمن لي السلع وقت احتياجي إليها، هذا أجل مجهول فلا يصح. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، ما حكم العبارة التي يكتبها أصحاب المحلات التجارية عن المرافق البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ هذا صحيح، بل ترد وتستبدل إذا وجد فيها عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار بالعيب، أثبت للمسلمين الخيار بالعيب، وكونه يشترط أنه ما ترد هذا غلط ولا يصح هذا الشيء. نعم. قول الشيخ حضرة الله، ما حكم قول بعض من يملك سيارات ويبيع هذه السيارة على من يريد شراءها بمبلغ أعلى؟ ما حكمه؟ ما حكم قول بعض من يريد يملك سيارات ويبيع هذه السيارة على من يريد شراءها بمبلغ أعلى لمدة سنة؟ لا بد من هذا، لو لم يكن هناك زيادة ما قبل الناس التأجير، لو لم يكن هناك زيادة على بيع الأجل ما قبلوا الناس التأجيل، والتأجيل احتاجه الناس، فلا بأس بذلك أن يباع الشيء مؤجلاً بأكثر من ثمنه حالاً. على هذا بيع المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يري نكير، وهذا فيه توسعة على الناس. الذي ينكر بيع الأجل والزيادة فيه
هذا غلطان، هذا غلطان وغير فقيه أيضا، أنه لو درس الفقه وعرف وراجع النصوص لوجد أن بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال أن هذا هو المتوافق مع النصوص ومع عمل المسلمين في مختلف العصور. ولو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح المسلمين، لو قلنا البيع المؤجل بزيادة لا يصح تعطلت مصالح المسلمين. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه، ولم يدل الدليل على بيع التأجيل بل دل الدليل على جوازه. نعم. وهو الشيخ رحمه الله هو البداءة في كتب الفقه أمرها سهل، لكن المطلوب وجود المدرس، وجود المدرس الذي عنده قدرة على شرح الكتاب. فإذا وجدت مدرسا عنده قدرة على شرح الكتاب فابدأ بأي كتاب تريد. فالكلام ما هو على اختيار الكتاب، الكلام على وجود المدرس الذي عنده القدرة على شرح هذا الكتاب وتوضيحه وتسهيل فهمه على الطالب. مسألة الكتب أمرها سهل، أي كتاب تبدأ به، مثلاً العمدة، متن الدليل، متن الزاد، وأخصر المختصرات، كل هذه لا بأس، كلها لا بأس به، بس بشرط أن يكون هناك مدرس عنده القدرة على توضيح هذا الكتاب وتفهيمه للطلاب. نعم. شكراً يا شيخ وفقكم الله. هل على المدرس إذا ضرب الطلاب إذا كان أصله تأديب؟ الضرب إذا كان في غير حق لا يجوز، أما الضرب الذي يكون للتأديب وبسبب لا بأس به، في حدود، في حدود، ما هو ضرب شديد، ضرب مبرح، بل ضرب يقصد به التأديب ولا يضر، ولا يضر المضروب ضررا بينا بحيث يكسر العظم أو يجرح الجلد، ما يجوز هذا. للمدرس أنه يضرب، وللوالد أنه يضرب، وللزوج أنه يضرب للتأديب، كل هذا جائز في الإسلام. فإنكار الضرب وإنكار العصا مطلقا كما ينادي به دعاة التربية الحديثة هذا غلط. والتشدد في الضرب وضرب من لا يستحق الضرب هذا منكر أيضا، فلا بد من التوسط في هذا الأمر، للمدرس وللوالد وللزوج أن يضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، أمر بضربهم. وقال في الزوجات النواشز: واضربوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. جعل للزوج حق الضرب لزوجته إذا نشزت، يعني امتنعت من حقه له أن يضربها، لكن الضرب الذي يحصل به المقصود ولا يلزم عليه الضرر. نعم. أسلم في سيارة ثم باعها على المستسلم، إذا أسلم في سيارة فلا يجوز أن يبيعها على الدائن، على صاحب الدين، يجوز أن يبيعها على غيره إذا قبض السيارة، فإنه يجوز أن يبيعها. يعني قصدك إذا قبضها؟ لا، قبل القبض ما يجوز بيعها لأن دين، قبل القبض دين لا يجوز بيعه. نعم. أقرض الدار ما إذا أقرض الدار ما تقرض، الدار تعار عارية، القرض ما تقرض، الدار ما تقبل القرض. نعم. ما تقرض السكنة، ما هي بتقرض، إما أن تؤجر وإما أن تعار عارية، يعيرها الدار يسكنها، السيارة يركبها، هذه عارية تسمى، ما تسمى قرض. نعم. أو غير الدار أقرض الجدر. ها؟ عارية، الجدر عارية ما هو قرض، عارية. إذا عارية. ها؟ عيش. أقرضها عيش. ها؟ وش فيه؟ من اللي باع؟ باع المقرض على المدينة. يجوز بيعها على من هو في ذمته، ما حرج. نعم.
يجوز بيعها على من هو في ذمته. نعم. قبل القبض يا شيخ؟ إيه قبض. يجوز أن تبيع الدين على من هو في ذمته، إذا كان واحد بذمته لك عيش في غير السلم يعني، في غير السلم. أي نعم، السلم ما يجوز، أما دين غير السلم يجوز أن تبيع على من هو في ذمته. السلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يصرفه إلى غيره، في صرف. نعم. ورد فيه نص يمنع. نعم. نعم. والله دليلهم كانوا يقولون الأصل في المعاملات الحل، وهذا ما فيه غرر ولا جهالة لأنه مضبوط بالمواصفات، لكن الجمهور يقولون لا، لأن هذا بيع معدوم، بيع معدوم ما بعد صار إلى الآن، في غرر وجهالة، وهو الصحيح، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، في غرر وجهالة وفي بيع شيء لم يوجد. نعم. نعم. ما يعطيه القيمة إلا بعد انتهاء. ولو كان ما يعطيه القيمة إلا بعد ما ينتهي من البناء، ما يصلح هذا. إذا كانت المواد من عند المقاول كلها هذا استثناء ما يجوز. أما إذا كانت المواد من قبل المالك والمقاول إنما له العمل فقط، هذه أجرة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني تحت عنوان الدعاء بعد التشهد الأخير أنه لا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم، مثل اللهم ارزقني جارية حسناء وبستانا أنيقا. السؤال: هل الدعاء في الصلاة وقيتي؟ وهل إذا جاء بمثل هذا تبطل صلاته؟ نعم، هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد، هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد، إنه ما يدعو في الصلاة بأمور الدنيا المحضة، محضة أمور الدنيا، تعطين دراهم، تعطين زوجة، تعطين سيارة، لأن الصلاة عبادة ولا يجعلها لأمور الدنيا فقط، لكن له أن يجمل، يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أسألك من خيري الدنيا والآخرة، أسألك الرزق الحلال والكسب الطيب، لا بأس بهذا، لأن هذا يعين على طاعة الله. أما أنه يصرف لشيء شهواني، زوجة حسنة ودابة سريعة المشي، هذا يدل على أنه يجعل العبادة لطلب الدنيا، هذا اللي ما هذه وجهة نظر المانع. في من يجيز هذا، أقول لأن الدعاء مفتوح، وللإنسان أن يسأل الله كل أموره، أمور الدنيا وأمور الدنيا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لهم يسأل حتى أمور الدنيا، هذا هو الصحيح. لكن وجهة المانعين أنهم يقولون هذه عبادة ولا يجعلها لطلب الدنيا فقط، يعني هذا يدل على دناءة الهمة. ها؟ يجوز، لا بس يجوز أن يجعله في شيء يأخذه يوميا، أخذ إلا استثنى وقال إلا في شيء يحتاج إلى أخذه يوميا فيجوز، مثل الخباز، مثل اللحام، مثل الأشياء التي تأخذ يوميا يجوز، هذا لحاجة الناس إلى هذا. نعم. هذا ما يجوز إنه يفرض على السائق مبلغ مقطوع يوميا، لأن هذا المبلغ، هذا المبلغ قد لا يحصل، هذا المبلغ قد لا يحصل، وربما إن هذا حصل بسببه الآن حصل بسبب أضرار على المسلمين، لأن السائقين إذا فرض عليهم مبلغ يوميا صاروا يخالفون نظام المرور ويقطعون الإشارات ويقفون وسط الخط، سبب حوادث. هذا لا، ما هي بإجارة، المبلغ المقطوع يوميا ما هو بإجارة، هذا إضرار، هذا إضرار. ثم أيضا العامل هذا مستقدم للعمل، ما مستقدم على أنه مستقدم أنه يعمل ويدفع له راتب، هذا الشرط اللي بينهم بين المستقدم والمستقدم عند قدومه من بلده. أما إذا جاء به هنا وصار يتحكم فيه ويقول تعمل هذا وتقبل ولا سفرتك،
هذا ظلم عدوان ألا يجوز هذا حرام ولا يجوز. صادر فيه فتوى في منع من هيئة كبار العلماء لأن هذا سبب أضرار على المسلمين وفيه ظلم للعمال لأنه يقول لهم ما تقبل ولا أسفرك وجاي متحمل ديون ومتحمل حقوق للناس فيضطر أنه يقبل هذا الشرط المسكين هذا ظلم ولا يجوز هذا. المفروض أنه يفي بالعقد اللي بينه وبين العامل لأنه استخدم العامل على أنه أجير يشتغل وكسبه للمؤجر وهو يدفع للأجير راتب شهري كما اتفق عليه في العقد من بلده. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كونه يجيبه على هالأساس ثم إذا جابه هنا صار يتضرب فيه ويقول له ما تقبل ولا أسفرك هذا ظلم عظيم لا يجوز. ولا يجوز ما مبلغ مقطوع ما يجوز لأنه قد لا يحصل عليه. سيارة لشخص أما شهرين أو سنة. الإيجار غير تأجيل السيارة غير لكن هذا عامل جايبة حامل غير العمال ما في مانع تأجل السيارة يوميا بمئة ريال ما في مانع. بالنسبة لمن يكون عنده أتوبيس ويحمل النساء يودي المنطقة خارجية خارج المنطقة هل لابد من وجود محرم أو النساء بحرم يحمل؟ لا لابد من محرم. النساء ولو كنا جماعة ما يسافرن 80 كيلو فأكثر إلا مع محارم لا يجوز. جماعة النساء ليست محارم بعضها لبعض. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومين أو تسافر ثلاثة أيام أو تسافر بدون تحديد كما قال صلى الله عليه وسلم أن تسافر فلا يجوز السفر إلا بمحرم. ولو مهما كانت لابد من المحرام تاثم يا شيخ. نعم تاثم ولا يجوز العمل هذا. نعم ما هي محرم زوجته ما هي محرم في البلد ما في مانع في البلد او ضواحي البلد القريبه ما في مانع. اما السفر اللي يبلغ 80 كيلو فاكثر هذا لازم من وجود محرم للمراه يروح معها ويجي معها. العقد غير صحيح. إذا كان العقد غير صحيح فالأجرة حرام. هنا يتلف قبل الحلول. هنا لأن السلم أصله إنما شرع للأشياء المعدومة أما الأشياء الموجودة بإمكانه يبيعها شو اللي يسلم بها يبيعها ويأخذ ثمنها دون حاجة إلى السلم. نعم هذا ما هو صحيح إنه يستأجر واحد يكد سيارة ويلا منه كدها مدة يستحق إنه يملكها هذا غلط لأن هذا جمع بين عقدين بين إجارة وبيع لا يجوز. يقول لك تكدها السيارة لمدة سنة فإذا تمت سنة وحصلت لها المبلغ هذا فالسيارة لك ملك لك هذا بيع معلق ما يجوز. بيع معلق البيع يشترط فيها يكون منجزا. البيع المعلق على سنة أو سنتين لا يجوز. نعم بالنسبة للعقود بيع العربون جائز على المذهب جائز عند الإمام أحمد جائز مصالح الناس تقتضي هذا وعمل به الصحابة. فإذا باعه بالعربون ثم تنازل المشتري فالعربون للبائع في مقابل حبسه للسلعة
حبس للسلعة ومنعها عن البيع في هذه المدة. عمر باع بالعربون وغيره، معروف هذا. نعم، مصالح الناس تقتضي هذا. ولو كانت يسيرة، لأنه ربما يجي زبائن، أنت حبست السلعة حجزتها لك، وبعد ما فاتها والزبائن قلت أنا تراجعت، يحصل إضرار على صاحب السلعة. لابد من العدل في هذا. يعني تحبسون سلعة البائع عليه وبعدين تهونون عنه وتفوتون عليه الزبائن تقولون مالك شيء، مو صحيح. انباع البائع والعربون بيده. ها؟ انباع البائع على مشتري آخر. ما يجوز له يبيعه، ما يجوز له يبيعه إلا إذا تنازل صاحب العربون. العقد الثاني فاسد. إيه، ما في شك. ما يجوز له يبيعه إلا إذا تنازل صاحب العربون. نعم.